الجميل الشوط السابع في أشواط مساء هذا اليوم يحمل الأبكار لذا انطلق وبدأت الانطلاقة قبل قليل لتشكل هذه النوعية الجميلة في الشعارات والتنافس على شرف الفوز والناموس. انطلق الشوط وانطلقت الآمال مع الأخوة المضمرين في تحقيق الفوز. نسير مع المركز الأول وجود على أرض الجود تتغدى على المركز الأول، وجود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها عبيد بن محمد بالضبيعة هي اللي قادت الشوط واندفعت بالمركز الأول. تليها في المركز الثاني أمجاد لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، يضمرها مختار بن أحمد على المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية من هجن العاصفة وغياث الهلالي يتابع تضميرها. المركز الرابع هملولة من هجن الرياسة يضمرها علي بن يمي اللوهيبي، والمركز الخامس هملولة من هجن الرياسة يضمرها علي بن يمي اللوهيبي كذلك. المركز السادس تحركت الشاهينية وغيرت وانطلقت لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، غانم بن سعيد بن سالم يضمرها. المركز السابع هملولة من هجن الرياسة يضمرها علي بن يمي اللوهيبي، والمركز الثامن هذه هجن العاصفة الشاهينية يضمرها غياث الهلالي. المركز التاسع الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يضمرها غانم بن سعيد بن سالم، والمركز العاشر الشاهينية من هجن العاصفة. هكذا كانت النتيجة، هكذا النتيجة الأولى والإذاعة الأولى للعشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط، في شوط الإبداع، في شوط الامتاع على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم. انطلاقات جميلة وتحديات، سباقاتنا التمهيدية رائعة، استعداد باين فيها، والكل منطلق إلى هذه اللحظات وإلى هذا الاندفاع. نسير مع المركز الأول ومع الانطلاق الأول على المقدمة. وجود على المركز الأول، وجود على مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمر وجود عبيد بن محمد بالضبيعة كذلك من أحد نجوم التضمير المقدم في هذه الانطلاقات. تنافس وتحدي بينما هناك الشاهينية من هجن العاصفة. بدأت الأمور، بدأ الرقص ما بين الإذاع ما شاء الله من منتصف المسافة تقريبا أو أقل عن ذلك. الشاهينية غيرت وبدلت. الشاهينية بهذه النوعية الفريدة والجميلة، الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يضمرها غانب سعيد بن سالم، والشاهينية من هجن العاصفة على المركز الثاني. الثنتين في تنافس وتضمير غياث الهلالي. المركز الثالث هذه المركز الثالث لمعالي الشيخ محمد بن بطيا الحامد مع مختار بن أحمد، يقدم أمجاد. المركز الرابع هذه المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام، وجود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يضمر عبيد بن محمد بالضبيعة. المركز الخامس في هذه اللحظة الخامس الشاهينية من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي. المركز السادس هملولة، والمركز السابع هملولة وهملولة من هجن الرياسة يضمر علي بن يميل الوهيبي، بينما المركز الثامن هذه المركز الثامن الشاهينية من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي. أو هناك تدخلت الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز التاسع هجن العاصفة الشاهينية، والمركز العاشر هملولة من هجن الرياسة. هكذا النتيجة مشاهدين العزاء للعشر المراكز الأولى لهذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة التي هذه الأسماء اللي حضرت.
حضرت في أمسية هذه الليلة في تنافس ميدان المرموم وتحديات المرموم واستعداداته وانطلاقاته في هذا الاندفاع، هذا الانطلاق الجميل ما في سن الإذاع مع الانطلاقات والتحديات، عوده إلى المراكز الأولى، عوده إلى الانطلاق الأول الشاهينية لاسمه الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، هي من تقود مسار الشوط، هي من تندفع بالمركز الأول، ومع غانم بسعيد بن سالم يتقدم مع هذا الشعار، يتقدم مع هذا الأداء. المركز الثاني الشاهينية في المركز الثاني من هجن العاصفة يقودها في التضمير غياث الهلالي، المركز الثالث الشاهينية أيضا من هجن العاصفة مع الهلالي، المركز الرابع أشوف الدخول مشاهدين الأعزاء تتدخل وتندفع في هذه اللحظات أمجاد لمعالي الشيخ محمد بن بطيها الحامد، يضمرها مختار بن أحمد على المركز الرابع، المركز الخامس والمركز السادس هملولة وهملولة من هجن الرياسة مع الظافر علي بن إيمي اللوهيبي. هذه النتيجة، هذه المراكز المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع، سابع أشواطي مساء هذا اليوم، منطلق جميل وتحديات رائعة على أرضية هذا الميدان مع هذه الانطلاقة مع هذا التحدي الجميل، عوده إلى المراكز الأولى، عوده إلى المراكز الأولى في هذا الاندفاع والانطلاق مع مسار الشوط الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تسيطر على المقدمة بينما الشاهينية في المركز الثاني والشاهينية في المركز الثالث يحملن شعار هجن العاصفة يتقدمن بالعاصفة وهجنها. المركز الرابع أمجاد لمعالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد، المركز الخامس والسادس هملولة وهملولة من هجن الرياسة في هذا الاندفاع في هذا الانطلاق الجميل، نسير للمراكز الأولى نتقدم مع هذه الانطلاقة. 6 كيلومترات تبقى كيلومتر واحد، الكيلو الأخير وانطلاقة الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ويتنطلق الشاهينية وغانم بن سعيد بن سالم يتقدم في عملية تضميرها وتدريبها بينما المركز الثاني ثاني المراكز في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق هملولة من هجن الرياسة علي بن إيمي اللوهيبي، والشاهينية ثالثا على المركز الثالث من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي. هذه الثلاثية، هذه الانطلاقة، هذه التحديات، هذه الأثار الحاضرة في أرضية ميدان المرموم في أمسية هذه الليلة الجميلة، إذاع أصحاب السمو الشيوخ، عودي إلى المراكز الأولى، عودي إلى الانطلاق الأول هناك مع المركز الأول الشاهينية ما شاء الله اللي قلت لكم بنوعها الفريد، بنوع وبالنوعية الشاهينية، بالدماء الشاهينية، بهذا الاندفاع بهذا الانطلاق لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا تهانينا. وغانم بسعيد بن سالم أحد شبابنا، أحد فرساننا المضمرين المقدمين مين هذه النوعيات الجميلة، تهانينا في هذه الفرحة في هذه الأيام وهذه الفرحة. شكرا غانم بن سعيد بن سالم كذلك على هذه الأداء وهذه الإنجازات الجميلة في هذا الانطلاق، بينما المركز الثاني هجن العاصفة تأتي في المركز الثاني الشاهينية، المركز الثالث هجن الرياسة، المركز الرابع الشاهينية من هجن العاصفة، والخامسة الشاهينية ولا هملولة من هجن الرياسة. هذه الخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط، التوقيت الزمني على شاشة التلفزيون في هذه الانطلاقات 9 دقائق و17 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، شكرا غانم بن سعيد العويسي. المركز الثاني وصلت في المركز الثاني في 9 دقائق و26 ثانية، 5 أجزاء من الثانية في هذا الانطلاق. تهانينا وناموس شاهينية من هجن العاصفة
وغياث الهلالي في تضميرها المركز الثالث. 9 دقائق 27 ست أجزاء من الثانية هملولة من هجن الرياسة. تهانينا وتهانينا لغياث الظافر علي بن يميل الوهيبي.